مرحبا بكم من جديد على قناة سيوري. بسم الله، نشكل دائرة سحرية، سلسلة، اثنان فقط للارتفاع، لا نعتبرها عمود، ثم نملأ الدائرة بعشرة أعمدة، عمود الأول، ثاني، ثم العمود الثالث، والعمود الرابع، والعمود الخامس. أنهينا عشرة أعمدة، نسحب الخيط الذي شكلنا به الدائرة السحرية. الآن نغلق هذه الدائرة ولكن بلون مغاير، ندخل لون الأحمر. بمنزلقة نغلق هذه الدائرة. ثم نرتفع بسلسلة ونشكل في نفس الغرزة غرزة حشو، ثم غرزة حشو أخرى في نفس المكان. فوق الغرزة الموالية كذلك نشكل غرزتين. فوق كل غرزة غرزتين للزيادة، سطر كله عبارة عن زيادات. نهاية السطر حصلنا على 20 عمود. الآن سنغلقه باللون الأول، اللون الأبيض، بمنزلقة في الغرزة الأولى. ثم سلسلة وفي نفس الغرزة نشكل غرزة حشو، ثم غرزة أخرى للزيادة، وفي الغرزة الموالية غرزة حشو منفردة، ثم زيادة، غرزة حشو منفردة، زيادة، غرزة حشو منفردة، زيادة، إلى أن ننهي هذا السطر. انتهى السطر 30 عمودا. إذن سنغلقه باللون الأحمر
وسلسلة ارتفاع، ثم في نفس الغرزة غرزة حشو فوق السطر كله، فوق كل غرزة غرزة حشو بدون زيادات. أنهينا السطر 30 عمود، نغلقه باللون الأبيض بمنزلق، سلسلة ارتفاع، ونشكل غرزة حشو، ثم غرزة حشو أخرى للزيادة، غرزة حشو منفردة، ثم غرزة حشو أخرى منفردة، الآن زيادة، غرزتين في مكان واحد، إذن غرزتين، غرزة، غرزة، غرزتين، زيادة، نتابع. غرزة منفردة، غرزة منفردة أخرى، ثم الزيادة حتى نحصل على 40 غرزة حشو. نهاية السطر نغلقه باللون الأحمر بمنزلقة، سلسلة ارتفاع، غرزة حشو في نفس المكان، هذا السطر عبارة عن غرز منفردة بدون زيادات، فوق كل غرزة غرزة. الآن نغلق السطر وننهي التزايد، سنشكل آخر سطر، نرتفع ب6 سلاسل باللون الأبيض، نترك هذه السلاسل، ثم ندخل إبرة الكروشي في الغرزة الثانية ونسحب الخيط الأحمر ونشكل كذلك 6 سلاسل. نتركها، نعود إلى السلاسل باللون الأبيض، ثم نرجع سلاسل الأحمر إلى الخلف ونغلق السلاسل البيضاء في الغرزة الثالثة، الغرز بالتتابع، نغلقها بغرزة حشو. ثم نرتفع 1 2 3 4 5 6، نتركها ونعود إلى السلاسل باللون الأحمر نفس الطريقة، سنغلقها بجانب غرزة الحشو بالأبيض، تكون متراكبة على بعضها متداخلة، سنملأ جميع غرز الحشو بالسلاسل، إذن نغلق هذه السلاسل بغرزة
الحشو ونرتفع بست سلاسل، نتركها نعود إلى السلاسل باللون أبيض، ثم نغلقها بجانب سلاسل الحمراء، نرتفع مرة أخرى، وهكذا نفس العملية. نهاية السطر. الآن بقي لدينا سلاسل بالأبيض والأحمر، سنغلقها، نغلق السلاسل البيضاء في أول غرزة حشو بدأنا بها بالسلاسل الأولى بمنزلقة، ثم نمر إلى السلاسل بالأحمر، كذلك سنغلقها في أول غرزة حشو بالأحمر التي شكلنا فوقها السلاسل، وفي الأخير نقص هذا الخيط ثم ننظفه. إذن أنهينا هذا المفرش، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب، وإذا كنتم أول مرة تزورون القناة لا تنسوا الاشتراك
وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله.